الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. دبلا ليكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الحلقة لا كفال 137 طبعا 137 قدوة ذات الرقعة. لا قدوة إلا ذات الرقعة بما سميت وميتا. لا قدوة إلا ذات الرقعة بل سميت النبي صلى الله عليه وسلم حقاً معنانا وحقاً استقر من خيبر أقبلا وكل اليهود دي بقرا لها اللودي بقرا العلودي ب يعني دي بلد مكة العلو ودي بخيبر العلو ودي بتيمان العلو كلهم حق استسلموا ولا معركة عبوا انتهيت واطمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ادي قبائل من لهم من نمار ومن ثعلبة ومن محارب لهم ترتيب ودو قبقوا قل حاربوا وقلي قل لقليدوا والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نساء ورتب أموره و المدير المنور عثمان بن عفان حدقة و 700 نفر اندهلوا باكم 700 نفر اندهلوا باكم النبي صلى الله عليه وسلم اتجهوا كسك إلا ذات الرقاع منطقة نقل تبهل دي بعد يمكن كل يوم قبل من المدينة المنورة كنت تتجيز دي با النبي صلى الله عليه وسلم دي با حضرة وأسكى بعدها دي بلا كان إلا مجموعة من القطفان والمسلمين قاربوا جفر حيد حيد رأوا وديبوا واجهوا وقتال ودمت ولي حسد فنجهم وحقوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاتكم صلى الله عليه وسلم دير صلى ركعتين وباكر على ولا معبروا سلموا كبعد عام ركعتين صلى باكم وقلهم كل كل ركعت عليا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعت عليا ولا صلاة الخوف تا ومبلا سورة لما بلا لنا كمان سورة فعل بو طريقة فعل كاريين هالليل صلاة الخوف للصلاة وبا دي بالله كان الله العدو ربي روح كرديبوم وفرحت كرديبوم دي باباي ولا ودوا يقاوني لا لا ودوا قاو حتى يقدروني حتى يودوا وإلا قزوت الله هي يعني لا معركة إلا النبي صلى الله عليه وسلم نوصل حدايا ونوصل بيسا دي با قزوتا والنبي صلى الله عليه وسلم بلا سمايا وبلا سميت الله ذات الرقاع العقابهم كثرة ما بيرار وقلي نقع فقر منهم وقلي وبشلت قد عاد رقعات يعني با صرول بهل وقلي تلا رقع بهل دي بقى سنوم ودي بقى غروم بجلاب وكمان بهل أرد من بدي باتا وكل تبب وكربيت وكلاتا وإلا سبات الله بس سميت بلو وكمان بلو سميت أكانت نفس الأكان رقع الأولى لهم كلهم من ضمن منا أسماء الغايات بلا سميت بومتا والنبي صلى الله عليه وسلم دي بلا كان قصة حصلت مين يمنعك من بيري أورو قل مي النبي صلى الله عليه وسلم حوا خلاص أمر دي بلا كان على قدوت انتهيت دي بقى كان كرو وعطلوا دي بقى شيء صحابة رضوان الله عليهم كلهم وزعوا ك العارفة العارفة على ودو وكتعرفوا كراحتهم ده النبي صلى الله عليه وسلم أنت كتكرر على وسكب على وسيف اللوجع على ولا من المشركين سلا لا وما طا ولا سيف نساء ودي برس رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرة وهذا من أفقر الكمية من منع منك يوم من منع منك بيليق النبي صلى الله عليه وسلم وكم سنة وكمان فري مية بيليق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يلا بيلي فري منك النبي طيب من منعك مية ذا يوم من كلا من عن منك من كلا لك من كلا من أبطأ منك كم سنة بيليق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله بيلي رب منعك وربي إن شاء الله حمودك بيليق ولا سيف من أديه واتقى والنبي صلى الله عليه وسلم لسير نسعى كبيريو أدى أنت من منعك ميكم سلبيريو تا قدم يعني خير ودي ودى لو وديكم ودى لما أنت بديكم بيكم أنت خير ودي بيريو وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتليون دعوة دي بإسلام قد مغلو والإنسان اللي يأسلم لكن أحد هذا قليل قاتل ومسلمين لقاتل باكم دي بصفهم قليل قبو والمسلمين قليل إذك والنبي صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين عفري وأطلقي وسامحي وقيسة ودي بعده وبجمعته كنكم صلى الله عليه وسلم الله والله أنا من أخير إنسان من ما أعطيكم لكم يؤدكم من عندي خير الناس أفضل الناس أفضل البشر من إنسان خير إنسان عفو لابو إنسان حليم قدرت من دابو اللي أنتقم كل شيء عندها اللي أقوله بسامحين إنسان من ما أعطيكم عليكم بيليو
وكلهم لا سبا إلا مقازي إلا لا سيار ولا لا تاريخ إلا كتب العلو إلا معركة إلا في سنة رابعة قوات لبلو والصحيح لكن لبل مؤلف الكتاب اللي الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري مؤلف الكتاب من كتاب روضة أنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم المختصر للكتاب اللي ديبو من لبل صح هي بس السنة السابعة على حوا خيبر مباشرة لأنه أبو هريرة وأبو موسى الأشعري لهم كلهم يعلوني دي بلا قادوة يعني ودي بلا قادوة إلا مات أو ودوم يعلو بعد فتح خيبر كما بلد الجمال لم دي فتح خيبر من الدور مات أو أبو موسى الأشعري ولم دي معد لهم دي بكين علوتهم وأبو هريرة دي مدينة على وجعفر الطيار من حوشة لما قام علو ولا السنة السابعة على والنبي صلى الله عليه وسلم حقوها ما دي بلا قدوات الله قال لي قلت تأمين حق الله قدوات الله قال لي تأمين ناي حدود وتأمين ناي مدينة وتأديب كل إنسان سبل معتدين أور أورو بدي تجمعه وأكيد نول علو قلهم قال لي أطر قال لي لأكا النبي صلى الله عليه وسلم كما ما ألف لبي لا يقرب من قرأ كما ليك لا مين زيادة وسكر قناتا و دقما سمع يبا حلقة ما تقرأها عمرة القضاء عندنا مبيل لما ألف لنا قناتا كما كتب لها الله. قالوا ذات الرقاع ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر واطمأن بالمدينة سمع بتجميع البدو من بني أنمار وثعلبة ومحارب فاستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقصد في نحو 700 من الصحابة موضعا يقال له نخل على بعد يومين من المدينة فنقي جمعا من قطفان فتقارب الفريقان وأخاف بعضهم بعضا ولم يدر القتال وقيمت الصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم بالطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت له أربعة وللقوم ركعتان وهي صلاة الخوف ولها صور أخرى مروية في الأحاديث ثم ألقى الله الرعب في قلب العدو فتفرق جمعه وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسميت هذه القزوة بذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت لأجل المشي فلفوا عليها الخرق وهي الرقاع وقيل لأن أراضيها وجبالها ذات ألوان مختلفة كأنواع كأنها رقاع قيل بل هي اسم لمكان القزوة من يمنعك مني ومن أروع ما وقع في هذه القزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ذات يوم تحت شجرة ذليلة فعلق بها سيفه ونام وتفرق الناس تحت الأشجار وناموا فجاء رجل من المشركين فاختلط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ وهو في يده صلة فقال أتخافني؟ قال لا قال فمن يمنعك مني؟ قال الله فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولكنه أعطى الأحد أنه لا يقاتله ولا يكون مع قومه يقاتلونه فخلى سبيله فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس وعامة أهل المقال يقولون أن هذه القزوة وقعت في السنة الرابعة من الهجرة وصحيح أنها في السنة السابعة بعد خيبر لأن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما كانا في هذه القزوة وهما إنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة بعد فتح خيبر كما تقدم وقد أرسلت قبل هذه القزوات وبعدها عدة سرايا لتأمين الطرق وتأديب المعتدين وتفريغ المجتمعين نطوي ذكرها حتى لا يطول الكلام اللي قال ما ألفته لم بلايا دي بلا قدرت ذات الرقاع إن شاء الله دي بك فالة مثلا لي عمرة القضاء دي بك نتاقيته ودحنكم وسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته